زي مؤسسة مصر الخير، أنا بعتبرها كيان يقوم على اللوجستيات زي وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملية ربط ما بين أطراف مختلفة، عملية سلسلة إمداد وإدارتها باحترافية. الدكتور علي جمعه لما اتكلم بيتكلم عن العلم وهو محق، لانه بيتكلم عن العلم بمفهومه الواسع وليس فقط علم مخصص في جزئيه معينه. العلم علم نور، والنور ده فعلا هو اللي بيخلينا نشوف احنا بنتحرك ازاي، وبيخلينا نتحرك صح، وبيخلينا واحنا نتحرك ما نكونش بنخطئ كتير، بيكون الخطأ اقل ما يمكن. تفكير مصر الخير في التحرك بالعلم هو تفكير واضح جدا، لان يمكن ثلاث اربع مجالات من مجالات مصر الخير مخصصه للعلم، سواء في التعليم الاساسي او في المنح الدراسيه او في ادراك او في الابتكار والتكنولوجيا. وحتى المجالات اللي بتشتغل فيها مصر الخير في هذا المجال تدل على انها مجالات في ذاتها مجالات مبتكره، فهي بإيد بتدي وبتعالج مشاكل حالة زي إفطار الصائم، وبإيد تانية بتبني وبتنمي علشان الناس تقدر تواجه مشاكل الحياة في المستقبل، وده اللي مطلوب. الحقيقة إذا كان في شكر أو مجهود تم هو ينسب يا إما لزملاء من الشباب اللي في الوزارة، يا إما من الزملاء اللي موجودين في مصر الخير، لأن هم اللي عملوا معظم هذا العمل ومهتمين إن هو يتم وينجح، وحينجح دايما بإذن الله. إحنا السنة دي انتقلنا من 1.5 مليون لثلاثة مليون، يعني مصر الخير ضعفت الخير في سنة واحدة، إن شاء الله السنة الجاية يتضاعف أضعاف وأضعاف. فكر مبتكر ان احنا بنستخدم تكنولوجيا المعلومات، احنا في وزاره التموين بنطور في اساليب الوصول للمواطن، وبنعمل امور قد لا تكون يعني معروفه للعامه، وهي امور في تطوير اساليب وتكنولوجيا المعلومات وسلاسل الامداد وما الى ذلك.